كل سنة أنا أجيب البنات والعائلة كلها وياي. كل سنة كنت أول ما صار المشى مش برجلي، بس هسه انزلها خمس فقرات. العام عربانة والسنة عربانة، وإذا ما أجيبهن أنظل مندومة ما أقدر، ما أتحمل. وعلى الخيزر أنا وأمشي وخطوات وأدعو وهاي ولأمة محمد إن شاء الله يكافينا الشر. كل سنة أنا أجي أمشي، وأهم شيء أتمنى هاي الانتخابات ينتخبون يعني اللي يستحق، واللي المجرب لا يجرب وخلاص. يعني إحنا ما لازم كل سنة يعني نعيد ونكرر الوجوه نفسها. أتمنى تكون البلد من الأحسن إلى أحسن، إي والله. وان شاء الله يتوحد الكلمه، وان شاء الله يشوفوا نظره ابويه واخويه لها الشعب هذا هالمظلوم هذا، لان الشعب عانى ما عاناه وتعب. اتمنى ان شاء الله الامن والامان، وان شاء الله الامه الاسلاميه بخير وبركه، ان شاء الله يرفع الغمه عن هاي الامه ويدحر التكفيريين والمنافقين ان شاء الله.